أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم هي قصيرة هذه الحياة، وكم تمر سنواتها سريعا مهما طال الزمن. عاش الرجل ومات الرجل. عاش الدكتور مصطفى محمود حياة طويلة زاخرة، أعطى فيها ما عنده من الفكر والتدين والأدب والفن وكل ما يمكن أن يقدمه مفكر مصري مسلم يحب الوطن ويحب الحياة. ثم رحل الرجل، ولكن هل رحل مصطفى محمود هذا الإنسان الذي أحس بكل مواطن احتاج إليه في يوم من الأيام؟ هل يذهب أحدكم ليسأل عن أي مكان في محافظة القاهرة أو محافظة الجيزة ولا يقال له قبل جامع مصطفى محمود أو بجوار جامع مصطفى محمود أو خلف جامع مصطفى محمود؟ سوف يبقى اسم مصطفى محمود علامة مسجلة على كل ما هو راقي ومتدين وإنسان. يرحل الإنسان ويبقى العمل لوجه الله تعالى. يرحم الله الدكتور مصطفى محمود وقد رحل عن عالمنا. واليوم نتذكر هذه الدقائق مهما طالت، عندما كنت في زيارة لمكتبته. سنوات طويلة مرت، ولكن يبقى هذا الفكر وهذه العبارات التي قالها لي، والتي أدعوكم لنستمع إلى كل عبارة منها. نستمع ثم نتأمل ثم ندعو له بالرحمة ونقدمه ليعيش في عالم الخلد إن شاء الله. أيها السادة، أجمل تحية وكل عام وأنتم بخير. أحييكم من مكتبة وأجزخانة وآلات، مجموعة آلات موسيقية الحقيقة، طبلة ورق وعود. قدامي كمان راديو وتلفزيون وتلسكوب أيضا. أحييكم من مكتبة الكاتب الفنان الدكتور مصطفى محمود. وكما يقول مصطفى محمود عن مكتبته دائما، لقد كانت القراءة بالنسبة لي وسيلة تسلية لقتل الوقت، وانتهت إلى إحياء الوقت. تقع مكتبة الدكتور مصطفى في حجرة منعزلة في بيت على النيل، في نفس صف الأستاذ نجيب محفوظ، بل وفي شارع واحد. ويعتبر الدكتور مصطفى محمود الكتاب نور العزلة والمصباح الأخضر المنير بجوار فراشه. أيها السادة، نحن على موعد مع الدكتور مصطفى محمود وهو الآن في طريقه إلينا. أهلا وسهلا، كل سنة طيبة وعيد سعيد. أهلا يا دكتور، كل سنة وأنت طيب. الحقيقة يمكن زي ما قلت للسادة المستمعين، أن من الحاجات المعروفة عن دكتور مصطفى أن القراءة بالنسبة له كانت في يوم من الأيام وسيلة لقتل الوقت، وانتهت إلى أن أصبحت وسيلة لإحياء الوقت. فالحقيقة ده أول سؤال بحب أن أنا أسأله لحضرتك، إزاي بدأت القراءة بهذا الشكل وانتهت إلى أن أصبحت وسيلة لإحياء الوقت؟ هو الحقيقة أول ما قريت، وده كان زمان قوي، يمكن رابعة ابتدائي ولا أولى ثانوي، كان رواية أرسين لوبين، كنت بجمعها من على الراجل كان في طنطا، من زي حكايه الثوره الاسبكيه في مصر، هنا في طنطا حاجه تشبه كده يعني، لا في رصيف بيبيعوا بيه، بيبيعوا فيه برضو الكتب هناك. فكنت اشتري الروايه بـ20 ساغ والتهمها في ليله، فكانت على ما اذكر اول محاوله اني املا الفراغ باي شكل، لكن بالتدريج ابتدت تبقى عاده. وبعدين ابتديت احس ان هي ما بتزودنيش اي شيء، اللي هي مجرد راجل حرامي بيسرق، ومره هرب بطريقه معينه، مره شويه مفاجات بتتكرر، تبديل وتوفيق مختلفه.
في رواية أخرى، فحسيت إنها ما بتزودنيش حاجة، فابتديت شوية شوية أنتقل من رواية أرسيل لوبين لقرايات أخرى. وابتدت زي حكايه اول ما يجي واحد يلعب كوره في كره شراب في الحاره لمجرد لعب، وبعدين تبتدي حب وفن اللعب يبقى في دمه، وبعدين يبقى بيليا اللي يبقى راجل اللاعب عالمي اللي بيقولوا عليه. فهي الفكره ازاي اللعب يبقى جد، ازاي الهوايه بتبتدي لمجرد قتل الوقت، وبعدين تبص لايه هي تبقى كل الوقت، وبعدين تبقى احياء الوقت. زي برضو حكايه المغني اول ما يبتدي يغني في الحمام او يبتدي يغني في حاره، وبعدين يبتدي الفن يبقى عنده، ما هيش حكايه انه الناس يعجبهم او يسقفهم، لكن حب الجمال يبتدي ينمو فيه، فتبتدي تتحول اللهو يبقى جد. فهي دي الخيط الرفيع، هو خيط رفيع قوي ما بين اللهو والجد، ما بين اللعب وما بين الجد. هو من كلماتك برضه دكتور ان الكتاب نور العزلة، فإلى أي مدى بتعتبر الكتاب نور العزلة؟ هو الحقيقة دي بقى المراحل الأخيرة، يعني المراحل الأخيرة من القراءة اللي ابتدى الواحد مش بيقرأ لمجرد ان هو يقضي الليل، لا بيقرا ان في سؤال ملح في دماغه عاوز يجد له جواب. يعني مثلا انا افتكر لحظه ما اول مره وقفت قدام جثه ميت في المشرحه في كليه الطب، كنت في سنه تانية وبشرح، ابتدي من الاعصاب لاطلع لغايه الحبل الشوكي لغايه المخ، اقطع المخ نصين واقطع النص نصين وابص ادور بقى هو ده الانسان، يعني هو ده الفكر والضمير والبصيرة والعقل، مش معقول يكون الكتلة الهلامية دي. ابتدى السؤال، سؤاله لغز الحياة ولغز الموت، سؤالين كبار جدا يقلقوني بيزعجوني بدور لهم على جواب، في الكتب في الفلسفة في الدين في العلم. فابتدت القراية تاخد شكل تاني خالص، يعني هنا بقى ازاي انها تحولت من تسلية الى الحاح شديد، واحد في حالة عطش عاوز يعرف هو جاي ليه، خلق ليه، ايه رسالته، ايه مكلف، ايه معنى وجوده، ايه الحياة، هو الموت، ايه اللي بعد الموت، ايه اللي قبل الحياة. دي الفكرة. هي هنا بقى تنطبق الكلمة اللي قلتها نور العزلة، يعني تبتدي العزلة تبقى لها معنى كبير جدا، تبتدي الواحد يحس انه مش لوحده، لانه معاه كل المفكرين ابتداء من سقراط لغايه اخر المفكرين الموجودين المعاصرين معانا، بيحاولوا يفكروا معاه، يحاولوا يجاوبوا، مش بس المفكرين والفلاسفه والانبياء، وهو بيعيش في كتاب مقدس في قران في انجيل، بيحس انهم حواليه ارواح، يعني حواليه بتحاول تجاوب له، يعني ما بتبقاش عزله. عشان كده كلمه نور العزله. هو الحقيقة يعني الكلمات اللي جت في رد دكتور مصطفى دلوقتي عن عبارة الكتاب نور العزلة، يعني لوحدها كافية انها توصف فعلا ان انا قلته للمستمعين واللي عايز اسأل عنه الدكتور دلوقتي. يعني بالنسبة للمكتبة، انا قلت في الاول ان انا شايفة اجزخانة وآلات موسيقية وتلسكوب كمان، فاحنا عايزين نسأل الدكتور يعني ايه اللي بيربط الحاجات دي ببعضها، ولا مجرد ان قدرها كده، يعني انجاز لنا التعبير هو اللي حطها في المكتبه؟ لا الحقيقه في روابط بتربطهم، يعني زي ما حكينا ان هي السؤال، ان في الذهن سؤال ملح، انت مين، انت جاي هنا ليه، مين اللي جابك، من اين والى اين، ايه هي الحياه وايه هو الموت وايه اللي بعده، ايه المسكن اللي احنا ساكنين فيه ده، الارض، طب ما هو الارض جزء من المجموعه الشمسيه، والمجموعه الشمسيه جزء من المجره، والمجره جزء من الفلك. فالواحد زي ما بيقرا كتاب عشان يلاقي الجواب بيوجه تلسكوب بيبص بعينه، التلسكوب معناها ايه؟ معناها اله التجسس، اله التجسس اللي بنبص بيها للكون كله، يحاول نشوف المسكن الكبير اللي احنا ساكنين فيه. يعني ده حاجة. يمكن حكاية الآلات الموسيقية، لحظة التعب اللي الواحد يحس انه مش لاقي جواب، وان كل الفلاسفة كل واحد بيكذب التاني ومفيش حد وصل لأي شيء،
فالواحد بيجي لحظة يحتضن عود مثلا أو يسمع أغنية، أو يعني يحس إنه تعب ويحس إن فيها حاجات ما بيقدرش عليها فعلا، ما يعرفهاش إلا ربنا اللي خلقه، فبيسكن ويبتدي يسمع صوت حلو أو يعزف لحن حلو أو. أما الأجزخانة فهي يمكن دي مخلفات الطب بقى حقيقة. فيعني ما تنسيش إن إحنا وإحنا دكاترة كان دايما يجي لنا واحد يوزع علينا عينات كل دواء جديد دايما كده، ولأن أنا دايما من ضحايا الإنفلونزا في كل موسم، وأكتر شوية من عبد الوهاب أخاف منها أكتر شوية من عبد الوهاب. والآن الإنفلونزا ينطبق عليها النكتة اللي كان بيحكيها راجل أخصائي أمراض بطنية كبيرة عندنا في كلية الطب، بيقول لما تلاقي مرض له 1000 دواء يبقى ما لهش دواء. فهو يعني الإنفلونزا مشهورة بأن لها 1000 دواء و1000 وصف، فطبعا دي معناها ان ملهاش دواء. وكان برضو يقول لك ايه، كان يقول لنا ان الانفلونزا بالدواء بتخف في 7 ايام ومن غير دواء تخف في اسبوع. مش عارفة يعني دلوقتي انا شايف حضرتك اتكلمت كتير عن الطب والانفلونزا، مش عارفة بقى ده حنين للطب ولا ده تأثير اصابتك بالانفلونزا اللي اخرت يمكن التسجيل. على العموم انا شايفه كتب يعني العلم موجوده بشكل يعني بيثبت ان هي يعني ما زالت في حياتك يا دكتور بشكل كبير، يعني رغم انك سبت الطب. تفتكر ايش الشحنه اللي اديها لك العلم في طريقك بقى للادب؟ هو الحقيقه العلم اداني نوع من المعاصره، يعني خلاني عايش عصري. لان الحقيقه العلم دلوقتي بقى بطل، يعني زمان كان روميو وجولييت كان هم اللي بياخدوا الصفحات الاولى في الجرايد، دلوقتي فالنتينا وجاجارين ورواد الفضاء هم الصفحات الاولى. فالعلم بطل ودخل حياتنا، يعني البوتاجاز والريكوردر والمش عارف التلفزيون والراديو وكل دي العلم دخل من تحت عقب الباب كده زي كوبايه اللبن والجريده بتاع الصبح، فبقى في حياتنا، دخل في حياتنا بقى بطل. فمش ممكن أديب منعزل عن العلم يبقى أديب أبدا، لأنه ما عرفش الواقع، ما دام العلم بقى جزء من نسيج الواقع فيبقى الأديب لازم يعيشه. فده الحقيقة كان من ضمن الأفضال الكبيرة بتاع كلية الطب إنها خلتني أديب معاصر. طيب دكتور لو سمحت لنا نتجول شوية في المكتبة، وأنا شايفة دلوقتي إن جنب كتب العلم في كتب فلسفة وعلم نفس وكتب كتب سير. الحقيقة يعني عايزة أسأل إزاي التقى يعني كل الجمع الكبير من الكتب دي ونوعياتها المختلفة، كيف التقت في رأسك يا دكتور؟ وأنا بحس إن الإنسان كل ما كان مش متخصص، واخد بالك، يعني التخصص يضر، لأن يضر بمعنى إن هو يقفل اهتماماتك كلها، فتبقى كل اللي تعرفيه هي منطقة مثلا العين، واخد بالك. إنما كل ما كان الإنسان منفتح موسوعي جواه معارف متعددة يبقى أقرب للثقافة بمعناها الحقيقي. طبعا مش هيغني برضو عن التخصص، لكن المعرفة العامة اللي تختلط فيها كل فروع المعرفة دي مسألة ضرورية. متهيألي يعني يمكن الانفتاح على الاهتمامات المختلفة يمكن في السنوات المبكرة في عمر الإنسان اللي هو يبقى عايز يتحسس فيها مثلا ايه الاتجاه اللي هو بيميل اليه اكتر من غيره، كده ولا ايه؟ انا اقول لك ان ربنا حتى لما خلقنا مش متخصصين، يعني خلقنا ادانا عين، عينين نشوف وودن تسمع وبقنا تذوق، كل ده نوع عشان شمول الحكم وشمول النظرة. يعني ما احناش كائنات تشوف وما تسمعش، لا، او تسمع وما تشوفش، او تتذوق وما تحسش، لا، احنا عندنا كل الحواس وبالاضافة لها العقل برضو والبصيرة، كل دي المفروض انها عشان المعارف تتدفق الينا من كل النوافذ. وبعدين ايه قيمة الحاجات دي كلها؟ شمول النظرة، ان يبقى لك نظرة شاملة او عقلية شمولية، دي مهمة. وبعدين تخصصي زي ما انت عاوز، انما لازم يتكون فيك عقل شمولي الاول،
ونظرة شمولية. طيب بيقول يا دكتور ان كلما كتب الانسان اكتر يقرأ اكتر، يعني في تصورك هل الكتابة مرتبطة بالقراءة؟ هي مرتبطة، يعني ما فيش شك هي مرتبطة، ولو ان ما فيش طبعا قاعدة وما تقدرش تحط نوع من التوازي، يعني ممكن الواحد يجي مرحلة يقرأ فيها ولا يكتبش، ومرحلة يكتب فيها ولا يقرأش. طب لو سألتك يا ترى كتاب ولا فيلم ولا مسرحية ولا سهرة أدبية، أيهم يستولي عليك ويستأثر باهتمامك بالكامل؟ لا الكتاب، ما فيش كلام، الكتاب هو سيد العزلة، الأنيس، الأنيس الحقيقي هو الكتاب، لأن يعني السهرة خصوصا لو كان تلفزيون هتسمرني وأنا قاعد، تمسمرني حتى في إطار معين من الصور، برضو في الراديو بعد ما تخلص خلاص تبقى في الهواء، أجيبها منين؟ إنما الكتاب قدامي برجع له، بقف، ممكن أقف، إزاي أوقف السهرة؟ الإذاعة شغالة، هروح هناك مفيش بقى، أبعت بوليس نجدة بقى، إنما الكتاب أروح واقف، أرجع، أسيبه، أرجع له، أخده في حضني، حاجة تانية، شيء تاني خالص الكتاب. لكن أنا شايفة قدامنا دلوقتي بيكاب وعليه أسطوانة الأستاذ عبد الوهاب. باين من لونها الأخضر ده إن الغنوة نشوفها كده الصبا والجمال. طيب أنا عايز أسألك عن سر إعجابك بالغنوة دي، يعني هي الأسطوانة اللي متحضرة تقريبا على الفكرة. لا هي مش طبعا مش بيدي بس الأغنية اللي بحبها، عبد الوهاب في جديده وقديمه بحبه الحقيقة، لكن في أغنية الصبا والجمال أحس مش عارف هو إزاي يدي للشعر، ودايما الغنى بالشعر والغنى بالفصحى بالقلقلة والمضمضة اللي فيه دي، يعني مش سهل، يعني مش زي الغنى بالعامي، لما يقدر مطرب اللغة الفصيحة تبقى في لسانه سيالة جدا وطيعة جدا وقريبة جدا من القلب، مش كل واحد يقدر يعملها، يعني في مغني تحس هو بيغني فصيح فعلا وان هو راجل مقلقل ومعمم تمام يعني، انما في واحد الفصحى جواه تطلع على لسانه طيعة جميلة، بعيدة خالص عن الكلاسيكية بتاعتها، فدي عبد الوهاب بيقدر عليها، ومش كل واحد الحقيقة يقدر عليها. طيب نسمعها يا دكتور لو سمحت، ومتهيألي بعد وصفك لأغنية الصبا والجمال دي يمكن السادة المستمعين هيسمعوها بأذن تانية جديدة تمام يعني. الصبا
يا سلام. طيب دكتور مصطفى، أهدية الأستاذ عبد الوهاب بعض كتبك، يعني قلت له إيه في الإهداء لو ما كانش الكلام ده سر؟ أنا دايما بهدي لعبد الوهاب كتب باعتباره المفكر. فدايما إهداءاتي تحمل له دايما لقب المفكر المتأمل، لأن حقيقي طبيعته هي دي. يعني الطبيعة اللي ما يعرفهاش حد عنه إن هو متأمل ومن النوع اللي ياخد الفكرة في حضنه كده رايح جاي بيها ليل نهار يفصص فيها ويقلبها. فدي من طبيعه يعني. فهي دي دايما إهداءاتي تحمل له لقب المفكر والمتأمل. يا سلام. ويفصص فيها دي برضه، يمكن يفصص دي كلمة الأستاذ عبد الوهاب نفسه كمان. طيب هو دكتور، احنا يعني فاكرين لك رأي قريناه مرة في مقال من مقالاتك أفكرك بيه. قلت الكتاب إما سيدك أو خادمك. يعني تقصد إيه بالنسبة للكلام ده؟ وهل الكتاب بالنسبة لك سيد ولا خادم؟ هو الواحد لو مسك كتاب يقراه، يا إما هيقراه باعتباره شيء لا يناقش، وباعتباره إنه هو بيقرأ إنجيل لا يعلى عليه وما فيش لا يأتيه الباطل فما يناقشوش، فبيبقى في سعادة الكتاب سيده. شوف ده بالك. يا إما يقرأ الكتاب باعتباره زاد من المعرفة يقبل المناقشة، وإن اللي كتبه راجل يجوز عليه الصواب ويجوز عليه الخطأ وإنه بشر زيه. فعشان كده بقول لك إن ممكن الواحد يقرأ الكتاب وإحساسه باستمرار إنه بيقرأ لسيد لا يناقش، أو يقرأ الكتاب باعتباره خدمة، خدمة تقبل المناقشة برضه. ودي مهمة جدا، لأن المفروض عشان الإنسان يستفيد لازم يقرأ الكتاب مش باعتباره إنه هو بيقرأ لسيد لا يناقش، لا، وإلا هيقع في أنواع من التعصب وأنواع من التبعية وتضره جدا، لأن مش كل الكتب مفيدة. ياما كتب هي أشبه بالمؤامرات منها بالكتب، بالضبط، مؤامرات على العقل وعلى الثقافة. فدي ما كانش الواحد صاحي ومصحصح هيقع في أحبولة يعني. وياما كتب بتبقى عبارة عن جنس وإغراء ونوع من تضييع الوقت ونوع من الإثارة الرخيصة ما تسواش حتى الحبر اللي اتكتبت بيه. فما كانش الواحد هيقرا وهو صاحي، بيقرا بعقلية انه الكتاب خادم وليس سيد، يبقى القراية ناقصة. الحقيقة موقف الإنسان من الكتاب، و يعني التعبير اللي استعملناه دلوقتي واللي قلت حضرتك كسيد أو كخادم، ده يعني متهيألي لازم يبقى حتى يعني ننظر له بنوع من الجدية للشباب في بداية حياته. يعني لازم الشاب أو الشابة أما تبدأ تقرأ أو ما يبدأوا يقروا لازم يحطوا فعلا لهم موقف من الكتاب، ولازم يفهموا أنهم لازم يقروا ويعتبروا الكتاب خادم. فمش عارفة يعني أنت حضرتك بتحاول توصل الفكرة دي أولا لأولادك، يعني للشباب بيقروا كلامك، لكن بالنسبة لأولادك يا ترى بتكون معاهم برضو بالشكل ده؟ لا، ما هو طبعا الأولاد لسه دلوقتي مش في سن قراية كتبي، لكن هما بيقروا كتبهم بقى الخاص. يعني بنتي لها مكتبتها بقى اللي هي في الأطفال، فدي مهتمة بيها قوي، ودايما تاخد قصة وقصة وتذاكرهم وتقراهم وتحكيهم لي. ده غير مدرستها وغير كتبها طبعا في المدرسة. طيب ده مش عارفة احنا نعمل زيارة صغيرة كده لمكتبة بنتك. عندها كم سنة دكتور؟ عندها 9 سنين. يا ترى هي موجودة دلوقتي؟ عندها لك. تعالي يا أمل. أهلا يا أمل، ازيك حبيبتي؟ مدرسة ايه يا أمل؟ في فرنسي. في اللي في فرنسي. بابا دلوقتي قال ان انت عندك مكتبة ظريفة قوي وبتقري فيها حاجات غير الكتب بتاعت المدرسة. ايوه بقى، انا فيها قريت قصة اسمها حمار عم حسن. حمار عم حسن. تقدري بسرعة تلخصي لي القصة دي يا أمل؟ قولي. كان في حمار عم حسن، حمار عم حسن كان صاحبه طيب قوي، وبعدين كان طول النهار بيشتغل، لكن في وقت راحة صغيرة كان
بيركبوا أهل القرية. كان هي دي مشكلته، هو كان عنده مشكلة، هي دي مشكلته. عاوز يرتاح، يرتاح ازاي؟ قاعد يفكر في ليلة يرتاح ازاي. وبعدين قال في حديقة الحيوان بيسمعها بتبقى في المدينة. وبعدين راح قال في ليلة أنا ههرب من عم حسن صاحبي ده. وبعدين عم حسن نايم، راح هو الحمار هرب منه. جري لغاية لما وصل للمدينة، لقى راجل قال له فين حديقة الحيوان. راح قال وصف له مكانها. راح قال ازاي انا عاوز اشوف هناك في اصدقائي كتير، عاوز اشوف ازاي بياكلوا وبيفرحوا وبيشربوا من غير تعب. وراح للاسد ملك الغابة، فسأله حزين وبعدين مسجون. قال ازاي هو حزين ومسجون وما بياكلش كتير. وبعدين راح للقرد، فسأله بياكل فترات الطعام من العيال، من في يد العيال. بقى قال ده كمان بيشتغل. ولقى راح بيت الفيل، لقى بيلف العيال في بيته. وبعدين قال الحياة ملهاش معنى من غير عمل. طيب قولي لي انت ايه اكتر حاجة عجبتك في القصة اللي قريتيها دي يا امل؟ الحياة ملهاش معنى ملهاش طعم غير بالعمل. يا حلوة. طيب قولي لي انت بتقري كتب كاتبها بابا؟ لا ما بقراش كتير. لا لسه. ما حاولتيش كده اي كتاب من مكتبة بابا تقريه؟ بابا ما بيجيش، ما بقراش منهم. يعني انت لسه ليكي مكتبة صغيرة. انت عندك بتحبي اكتر حاجة ايه، بتقري ولا انت ليكي هوايات تانية؟ انا شايفة عندكم جنب كتب في حاجات كتير قوي. بتعزفي على بيانو مثلا؟ لا بسمع موسيقى. بتسمعي موسيقى، بتحبي الموسيقى اكتر ولا بتحبي ان انت تقري كتاب؟ اقرا كتاب. صحيح. قولي صحيح ولا قدام بابا؟ صحيح. ده كويس ده. طيب امل مش عايزه اعطلك اكتر من كده حبيبتي، عشان تروحي تنامي بقى ولا تسهري؟ لا بسهر، ساعات بتفرج على بابا لما يكون في التلفزيون. قولي لي انت بيعجبك ايه اكتر حاجه بتعجبك في التلفزيون يا امل؟ برنامج جلال والدين. العلم والدين. يا طب زي ما بتقريش بقى كتب بابا. لا 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 دي مجامله دي. دي مجامله دي. دي الجواب دي بقى بنتي بقى، مش حاولت تبقى بنتي قوي. طب انت لما هتكبري يا امل ان شاء الله عايزه تبقي ايه؟ دكتوره. دكتوره ايه بقى؟ دكتوره في الادب ولا دكتوره في الطب زي بابا، وتسيب الطب وتبقي اديبه ولا ايه بالظبط؟ بالدم الأدب. دكتورة في الأدب، برافو عليك. أمل عايزة أقول للسادة المستمعين إنها يعني إيه سمرة ظريفة جدا ومتحدثة لبقة. لو عرفنا إن عندها 9 سنين. أمل ما فكرتيش أبدا إنك تبقي مذيعة؟ فكرت شوية يعني. فكرتي شوية؟ طيب لو بقيتي مذيعة وجابوكي البرنامج وتسألي بابا، تسألي إيه؟ ما أهم قصة عندك؟ أهم قصة عندك؟ طيب نخلي بابا بقى يرد. أهم قصة عندي؟ إذا كان قصدك أهم قصة عندي في المكتبة فهي حمار عم حسن. طيب دكتور مصطفى، برضو يمكن امتداد لكلامنا بالنسبة لموقف الإنسان من الكتاب وهل يعتبره سيد ولا خادم، بالتأكيد في كتب موجودة في مكتبتك لكن أخذت منها موقف الرفض لمحتواها الفكري، فممكن تقول لنا يعني الكتب دي هي ايه مثلا؟ طبعا هي كل الكتب اللي هي بتتكلم عن الغيب، انا ضد هذا النوع من الكتب سواء كان سحر او جن او الحاجات دي. لان اما نخلص الاول اللي نعرفه نبقى ندور على اللي ما نعرفوش. يعني الدنيا دي فيها ثروات وفيها تحت الارض ذهب وفوق الارض وتحت البحر والذره لوحدها فيها طاقه قد كده، الواحد بصاروخ مش عارف فقود ايه بيروح للقمر. يعني بالكتير كان الجن بيعملوا ايه؟ الجن كانوا بيشيلوا سليمان من حته لحته على بساط كده، ما سمعناش جن ودى القمر مثلا. فالانسان قوه اللي ربنا اداها للانسان رهيبه جدا في عقله. ربنا ادانا قوه ابتكار في عقلنا، وادانا ثروات في الارض اللي احنا عايشين فيها نقدر نعمل منها عجائب.
يعني زي ما قلت لك دلوقتي الواحد بيشيل رجله من الارض يحطها في القمر، حاجه ما عملهاش الجن بتاع سليمان. فطبعا اللجوء الى الجن انا في نظري جريمه. ليه؟ لان تمام زي ما يجي طبيب كبير جدا جراح عظيم ويستشير التمرج بتاعه او يخليه هو يعمل عمليه، فهي دي الفكره. الجن اقل مننا، اقل من الانسان يعني. لان زي ما بنقرا في الكتب الدينيه كلها ان ربنا اسجد الملائكه للانسان، دليل على شرف المكانه بتاع الانسان. فبعد كل التشريف العظيم اللي ربنا اداه للانسان، نيجي احنا نلجا الجن نقول والله اعمل لي مش عارف كذا، اعمل لي ايه؟ طب ما انت عندك عقلك وعندك الثروات اللي في الارض واللي بتعمل طيارات وصواريخ وتخترع وتعتدي، تقول الجن تعالى والله جر لي عربية الكرو دي وديها لي حته الفنيه، او تشبشب او تسحر او يعني. فادي الفكره يعني، انا عشان كده ضد عمليه ان الواحد يقرا في الغيب. وزي ما قلت لك اما نخلص اللي يعرفه نبقى ندور على اللي ما نعرفوش. ايوه. طيب دكتور، يعني يا ترى ايه نصيب كتب الدين في مكتبتك بقى؟ لا هي طبعا جزء رئيسي منها خاص بالتفسير والاحاديث النبويه، وبعدين جزء خاص بالتصوف الاسلامي. فانا بحس ان التصوف الاسلامي هو البحر اللي بتصب فيه جميع الانهار. يعني ممكن في التصوف الاسلامي تلاقي كل حاجه، تلاقي العلم وتلاقي الفلك كمان، وتلاقي علم النفس وتلاقي الفلسفه بالاضافه للدين. فهو التصوف الاسلامي يعتبر البحر العميق اللي بتصب فيه جميع انهار المعارف. لما الانسان يصل اليه ويبقى على مستوى فهمه يبقى يعني كسب كتير. طيب دكتور مصطفى لو سمحت، ممكن توضح لنا اكتر كيف يمكن ان يكون التصوف الاسلامي مصب للمعرفه بجوانبها المختلفه؟ يعني هو زي ما قلت البحر اللي بتصب فيه جميع الانهار. كمثل بسيط، لما الواحد يفتح كتاب الغزالي احياء علوم الدين ويقرا في باب النفس مثلا، يلاقي كل اللي قالوه العلماء في النفس، سواء كان فلاسفه قدام او جداد. لان المتصوف قبل ما بيحط رجله في السؤال ده لازم يكون عدى على جميع الينابيع، عارف ارسطو قال ايه وسقراط قال ايه وافلاطون قال ايه. لان المتصوف الحق هو ناهل من معرفة اصلا، يعني هو راجل يحب العلم ويؤمن اولا ان الله لا يعبد بالجهل، الله لا يعبد الا بالعلم. فهو بيعدي على جميع الينابيع قبل ما بيبتدي يسال القران ويطلب منه الجواب. عشان كده بقول لك لما تفتح كتاب الغزالي وتقري في باب النفس، تبص تلاقيه تداعى في نفس الصفحه كل المعارف اللي جت من ايام الاغريق لغايه عصر الغزالي نفسه. فده تفسير ايه معنى كلمه ان التصوف بحر بتصب فيه كل الانهار. وطبعا لان الاجابات النهائيه في مساله الروح والعقل والنفس والضمير والبصيره محدش قدر يجاوب عليها الا الدين، باعتبار ان العلم الازلي هو ملك لله وحده. فبيبقى هو ده البحر والباقي كلهم انهار ونهيرات. طيب دكتور مصطفى، واحنا في عيد الاضحى، يا ترى التصوف الاسلامي بيقول ايه في الحج؟ هو بيقول حاجات كتيره. بيقول ان الرحله الحاج بيقطعها الى الكعبة هي زي رحلة الاولاد لبيت العيلة، فاعتبر ان الكعبة هي البيت اللي وضع لآدم ابونا الكبير. اول ما اهبط من الجنة وضع له البيت، اول بيت بيت العبادة كانت الكعبة. وبعد كده ابراهيم عليه السلام اقام القواعد بعد ما كان الطوفان غرقها، وفضلت تمشي في التاريخ لغاية ما وصلت إلى خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فأكن في الواقع الكعبة هي بيت العيلة، الأب الكبير بتاعنا كلنا رايحين هناك. وبعدين بيوصفهم الطواف
الطواف حوالين القطب الواحد حوالين مركز الدايرة بيشوفوا ان ده رمز التوحيد، لان الطواف مش الواحد بس بيطوف، واعماله كلها بتطوف حوالين مركز واحد هو الله الخالق، فده رمز التوحيد. الطواف كله 7 مرات رمز التوحيد. بيشوفوا حكاية اللبس، ان الانسان لازم يلبس على اللحم لبس اللي هي غير مخيط، فبيقولوا ان ده رمز للميلاد والموت، لان الانسان بيتولد في لفة ويشيع في لفة، هي اللفة البيضة بالكفن وما بين كفن ومهده. فالمفروض لما الواحد يوصل لبيت الله انه يتجرد زي ما واحد بيتولد او واحد بيموت، يتجرد من كل ما يميز عن غيره ويبقى شيء ملفوف كده فيه. فده رمز للتجرد، طبعا مش بس التجرد من الثياب، لازم تجرد من الشهوات والشواغل والدنيويات. يعني الواحد ما يبقاش فيه في مخه خالص اي حاجه غير خالقه، فهي رمز التجرد. وفي رجم ابليس بيشوفه انه ده رمز، يعني الانسان بيرجم شهواته، يعني هي ابليس ملوش مدخل، او الشيطان ملوش مدخل للانسان الا من خلال شهواته ونزواته وطمعه تطلعه وصوليته وانتهازيته. فالمفروض ان الانسان لما بيرجم دول، لان الشيطان حد بيشوفه. الانسان بيرجم الجزء المظلم في نفسه حول الخلاص من كل ده، يعني من شهوته وغضبه وطمعه وصوليته انتهازيته تطلعاته الدنيوية، بيرجم ده. فبيشوفوا مثلا السعي بين الصفا والمروة، بيشوفوا ان المروة هو النبع اللي هي نبع في الارض عشان استقى منه الوليد سيدنا اسماعيل عليه السلام. فبيقولوا انه رمز الوجود، وبيقولوا الصفاء هو ما كان قبل الوجود، لان قبل ما نتوجد كان الله ولا شيء معه، ما فيش غيره، وده منتهى الصفاء.